مرحبا بالاستاذ المحترم فاروق سعدة، منورنا يا استاذ فاروق. تحياتي لحضرتك يا استاذ احمد، نورك يا فندم. تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. يعني رايك ايه في موضوع الكيل بمكيالين والاصرار، مع كامل التقدير والاحترام، والاصرار على اقامه نهائي البطوله الافريقيه للعام الثاني على التوالي في المغرب؟ هو والله يا استاذ احمد، هو تقريبا كده والله اعلم ان الوعد اللي اتخذه للوداد وقاله رئيس الوداد بنفسه في 2017 لما قال انا خدت وعد من الكاف ان انا اخد البطوله السنه اللي جايه بعد اللي حصل في ماتش الترجي، وكان ده وعد من الكاف. الوعد بيتنفذ حاليا، لانه السنه اللي فاتت كان هينفذ وتم اعلان ملعب المباراه النهائيه في المغرب على اساس ان كان الوداد يقدر يكسب كايزر تشيفز، على اساس ان في كايزر تشيفز فريق ضعيف ويقدر يصعد للنهائي. ولكن جاءت المفاجاه، كايزر تشيفز اقصى الوداد بره البطوله وهو اللي صعد للنهائي. ولكن تقريبا كده الوعد قال لك لا، كده الوعد ده ما يتحسبش، كده الوعد ما تنفذش. الوعد اللي يتنفذ ان البطوله على ارضنا واحنا اللي نبقى في النهائي. فتقريبا الوعد بيتنفذ حاليا دلوقتي بما كما يجب ان يكون، زي الاتفاق ما كان حاصل بينهم، لازم نمرر على ارضنا وناخد البطوله عوضا عن اللي حصل معانا قبل كده. وده واضح جدا ان رئيس النادي، مثلا رئيس النادي الوداد، طالع يقول لك امبارح ماليش دعوه ببيان النادي الاهلي وماليش دعوه بالكلام ده، احنا المباراه هتتلعب في المغرب غصب، وقال كده غصبا عن اي فرد واي بيان واي حد. احنا البطوله خلصانه وعارفين من مده انها هتتلعب في المغرب والنهائي في المغرب، والكلام خلص على كده. لما تعرف من الكاف ان موتسيبي والناس هناك كانوا راميين حته الملعب لاثنين، لسنجوري رئيس الاتحاد المغربي ولفوزي رجع، انتوا اللي تختاروا الملعب، اثنين هم اللي اختاروا الملعب، والاثنين معروف ان نظامهم وانتمائهم وعارف معروف دماغهم. هو حضرتك مش السنه اللي فاتت المفروض السوبر الافريقي يتلعب في مصر، نهضه بركان رفض رفض شديد وقال لك ما يتلعبش في مصر في ارض محايده، الكاف رضخ لفوز لقج على رئيس النادي، وهو رئيس النادي اللي نهضه بركان، وخضع لكلام فريق نهضه بركان ونادي نهضه بركان واقام السوبر الافريقي في قطر. تمام، فواضح جدا الانبطاح اللي احنا بنشوفه من الكاف للمغرب، لان احنا قلنا قبل كده جت فتره من الفترات كان تونس هي بهشام البشماوي هم اللي حاكمين الفيفا وسوريا، حاكمين الكاف في الفتره اللي الترجي كان بيكسب بقى في ايد انرامو، والبطولتين اللي ورا بعض احنا عارفين كانت كسبوهم ازاي، والنظام اللي انت شفته ده. مش البشماوي جه فوزي لقجع، المغرب دخلت في الليله بقت هي دلوقتي المسيطره على الكاف. فالكاف بقى عباره دلوقتي عن ان هو لعب في ايد اي حد اللي موجود، لكن احنا ملناش حد. انا بتكلم كده بصراحه مع احترامي الكامل للجميع، لا احنا ملناش حد، ومواقف كتير قوي 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 سابقه قبل كده تقول ان النادي الاهلي ملوش حد في الكاف، حتى لو في مصريين لكن هم مش تبع النادي الاهلي او ما يخصهمش النادي الاهلي. وبدليل حضرتك هو عارف ان المغرب والسنغال مقدمين، ليه هو من فتره ما اتكلمش وقال للناس في الاتحاد يا جماعه قدموا عشان خاطر النادي الاهلي؟ ليه ما اتحركش عشان خاطر ده اللي النادي انا الاهلي؟ بقوله، فين الشفافية في الاعلان حتى؟ هو فين الراجل ده؟ هو معلش، هو اللي موجود في الكاف ده مش الراجل ده مصري؟ طب انت مصري يا عم، الكلام ده يعني جوه، وانت صديق شخصي لفوزي لقجع وسنجوري والاثنين حبايبك، ليه ما قلتش يا جماعه يا اللي في مصر خلي بالكم الناس دي بتعمل واحد اثنين ثلاثه، اتحركوا من دلوقتي؟ الكلام ده كان يبقى من بدري عشان يفتح عينينا، لكن هو ما اتكلمش، جاي دلوقتي يتكلم يقول لك اصل الاتحاد الكوره ما قدمش، اصل اتحاد الكوره غلطته انه ما عملش النهائي، ما طلبش النهائي. انت جاي تقول دلوقتي طب انت كنت موجود من الاول، ما قلتلناش ليه؟ ما اتكلمتش معانا ليه؟ ما عرفتش الناس في النادي الاهلي ليه؟ جاي دلوقتي بتبرر موقفك. هو على فكره قال ما فيش تصويت، وقال ان هي ما فيش غير السنغال والمغرب، فالسنغال انسحبت فما فيش بقى غير المغرب. طب انت جاي دلوقتي فهو بيقول غلطه من الاتحاد المصري انه ما قدمش، طب انت فين؟ انت ليه من الاول ما قلتش يا اتحاد يا مصري يا نادي اهلي خلي بالكم، خلي الاتحاد المصري يقدم عشان السنغال والمغرب بس اللي مقدمين، عشان يبقى احنا لينا ضلع كبير، عشان لو المغرب وصلت والسنغال حبت تلعب اللعبه اللي حصلت دلوقتي يبقى في مصر والمغرب وقتها الكاف هيضطر ان يلعبوا في ارض محايده. لكن اللي حصل ده واضح جدا ان كان في اتفاق وفي ترحيب كمان من الجانب المصري ان ده يحصل في النادي الاهلي، ده واضح جدا يعني. يعني نتمنى حل هذه الأزمة، وزي ما الاتحاد الأفريقي ذيل بيانه وقال إن ربما يعني هناك محل دراسة إن المباراة تكون موضوع ذهاب وإياب، ده موضوع ليه ما يتمش طرحه ولا تصويت ولا مش تصويت، ويبقى احترام للفريق المغربي وللفريق الأهلي والمباراة تبقى يعني ذهاب وإياب. النهارده ترند دلوقتي الناس بتتكلم دور اتحاد الكورة،
يعني ترند دلوقتي أزمة الكاف. كمان في الهاشتاج، الهاشتاج رقم واحد على العالم، مش بقى هنا، هاشتاج رقم واحد على العالم ستوب كاف كوريشن كوربيشن، طبعا ده ايقاف فساد الكاف، طبعا ده رقم واحد على العالم دلوقتي وعامل يعني رواج كبير جدا. انا عايز اقول لحضرتك السوشيال ميديا كلها بتتكلم، والغريب والبجاحه، ولما مش عايز اقول كلمه تانيه المكتب التنفيذي طلع يقول لك لا احنا التذاكر هتتقسم بالنص، لكن لو قبل المباراه بكام يوم والتذاكر الان ما اتباعتش هنديها للجمهور بقى اللي هيبقى في النهائي، او تذاكر يعني احد الفريقين ما اتباعتش هنديها للفريق الثاني، عشان ما ينفعش النهائي بطوله قاريه زي دي تبقى المدرجات فاضيه. عايز اقول له ما انت السنه اللي فاتت لعبتها والمدرجات فاضيه، واللي قبلها لعبتها والمدرجات فاضيه الجديد يعني، اصلا احنا قلنا قبل كده ان افريقيا ما ينفعش يتلعب فيها في ارض محايده، او مباراه من لعبه من مباراه واحده، لان احنا مش زي اوروبا، اوروبا كلها على بعض، انت ممكن بالقطر تروح اي دوله وبسهوله جدا وبسلاسه جدا، غير هنا، هنا طيران وسفر وبهدله ومرمطه وتكاليف كبيره جدا، واحنا اصلا قاره فقيره وعلى قدها، مش زي اوروبا. والكلام ده اتقال، قال لك بس عشان ظروف كورونا، وهي اتلعبت سنه او سنتين، كان هم متفقين انها سنتين، وبعد ما يتم رفع الحظر عن كورونا هترجع ذهاب وعوده. لا، رجع التاني زي النظام اللي انت شفته دلوقتي، وطبعا ده كارثه وكارثه كبيره جدا. وانا مع النادي الاهلي في اي قرار هياخده، ولو اني شايف والله يا استاذ احمد يعني، اصل اقول لك على حاجه، انت النادي الاهلي انت كبير واسمك كبير، انت عارف لو انت قررت بعد ما تصعد من وفاء سطيف مثلا وقلت انا في احتمال ان انا انسحب من البطوله او ما العبهاش، الموضوع ده مش هيضر النادي الاهلي وبس، لا هيضر سمعه الكره الافريقيه نفسها، لان الكلام ده هيسمع في العالم كله، واكيد وكالات انباء هتتكلم، واكيد صحف العالم، صح. ليه بطل افريقيا للموسمين وانا واحد كاس عن العالم. نفسي وانا عن نفسي انا يعني بعد نهاية اللايف انا هبعت ايميل للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، من حقنا جدا نخاطب ونسأل ونقول فين الفير بلاي، رأي حضراتكم ايه في ده انا الموضوع. لسه اقول لحضرتك عليه، دلوقتي السوشيال ميديا الاهلي الرسميه كلها بالناس اللي شغاله فيها كلها، بالصحفيين بالاعلاميين بالمخرجين كله، بعد دلوقتي بيقول الناس لسه اللي انت بتقولها، يا جماعه اللي يقدر يبعت للفيفا يبعت، اللي يبعت للانديه العالميه يبعت، للمواقع يبعت، ابعتوا عشان يعرفوا الفساد اللي بيحصل هنا مهما كان القرار، حتى لو القرار ما كانش فيه اي تحرك، فلازم يعرفوا الفساد اللي بيجري هنا، لان احنا كنا متوسمين ان موتسيبي هيجي، وان الراجل ده راجل نزيه وبعيد عن الرسميه، لكن وبمنتهى الأمانة عشان بس الناس تبقى عارفة يا جماعة، إيميل الاتحاد الدولي لكرة القدم media@fifa.org، كل الناس تقدر تبعت عليه ميديا media@fifa.org، كل الناس تبعت على الميل media@fifa.org، وأيضا كمان المكتب الإعلامي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم media@channel@caf.online.com، ميديا تشانل media channel channel at caf online caf online.com، الناس تبعت وتقول لهم مفيش مشكلة خالص، ابعتوا واسألوا وقولوا حقكم، حق الجماهير المصرية تعبر عن غضبها بمنتهى الأدب والاحترام، ان ما ينفعش استاذن الناس تكتب يعني الايميلات على التعليقات عشان كله يبعت كله يبعت. وبشكر الاستاذ محمد نجيب المحترم الناشط على تويتر انه طلع بيان وكتبه بالانجليش ونزله، وانا كمان بالظبط. بعد اللايف هبعت الميل في كمان للفيفا مفيش مشكله. وقبل ما تكمل بس يعني بعد اذن حضرتك برضو يا استاذ فاروق، يعني احد المسؤولين في النادي الاهلي بعت لي وقال ندرس الموقف بعنايه وتركيز، يعني احد المسؤولين في النادي الاهلي وانا بكلم حضراتكم بعت لي ندرس الموقف بعناية وتركيز، ده رد فعل النادي الاهلي الحالي بدون ذكر اسماء احتراما للمصدر، ندرس الموقف بعناية وتركيز، فنتمنى التوفيق للنادي الاهلي، الله يكون في عون مجلس ادارته بامانة. كمان يا استاذ احمد، انا ليا سؤال بس، يعني عايز اسال سؤال واحد، الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه فين دوره هنا؟ هو مسؤول طبعا عن الرياضه المصريه، الناس هتقول لي الوزير ملوش علاقه بالكلام ده واللي بيحصل، طب فين لما اتكلم وقال لك كيروش هيكمل وكيروش قاعد والمنتخب كويس؟ فين لما قال محمد صلاح هيرجع وهيكمل؟ فين لما قعد مع فرجاني ساسي وكان بيقنعه على انه يكمل في الزمالك، او كان بيخش في ازمات الزمالك وبيحاول يحلها؟ فين دوره مع النادي الاهلي؟ انا ما شفتش دور خالص في النادي الاهلي، ليه ما حاولش يتكلم؟ ليه ما حاولش، ليه ما بقاش له دور على اللي بيحصل؟ ليه ما بقاش له دور مع الناس المسؤوله؟ مش هنقول اللي يخش يروح يكلم الكاف، لا، لكن يتكلم مع اتحاد الكوره، الناس اللي في اتحاد الكوره، انتوا فين؟ واللي بيحصل النادي الاهلي ده ازاي النادي بتاعنا يحصل لنا كده؟ النادي الاهلي هو الوحيد اللي رفع اسم مصر عندك في القاره، شيل النادي الاهلي من منظومه الرياضه المصريه هتلاقي اسمك في القاره مفيش، مش موجود، لان النادي الاهلي لو شلته هتلاقي من 2002 للسنه دي مفيش ولا فريق في مصر خد دوري ابطال افريقيا غير النادي الاهلي، وهو اللي رفع اسمك.
محليا وقاريا وكمان عالميا في مونديال الانديه بالمستويات اللي بنشوفها وبالاداء اللي بنشوفه. هو النادي ده ما يستاهلش ان احنا نقف معاه وندعمه، لان هو اللي رافع اسم بلدنا وهو اللي ساند بلدنا وهو اللي موقفها وخلي اسم بلدنا موجود على طول على النص، على طول بيترفع في كاس العالم للانديه جنب علم البرازيل وعلم انجلترا عشان وعلم كده انا السعوديه. بضم صوتي لصوت استاذ فاروق وكل الناس تبعت تاني يا جماعه ايميل الاتحاد الدولي لكره القدم ميديا ات فيفا دوت اورج، الاتحاد الافريقي لكره القدم ميديا تشانل ات كاف اونلاين دوت كوم، ابعتوا على الايميلات بلاش كلامنا يبقى داخلي بس، ابعتوا الناس تشوف ردود الافعال بادب وباحترام علشان يعرفوا ان جماهير الكره المصريه مش عاجبها الوضع بمنتهى الامانه يعني. بالظبط، لان كده قال لان كده الفساد كده عدى الحدود خالص يا استاذ احمد، كل والموضوع ده التقدير صعب جدا. والاحترام للجميع، ونطالب إدارة الأهلي بموقف حاسم، نطالب اتحاد الكرة بموقف حاسم، نثق في معالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي نطالبه بموقف حاسم، لازم الناس تدعم النادي الأهلي، هو لو مش هندعم النادي الأهلي في نهاية البطولة الأفريقية هندعمه إمتى؟ سؤال بصراحة، سؤال بدون أي زعل يعني. كابتن شطة عجبني جدا من يومين او امبارح والنهارده الصبح النهاردة الصبح بالفجر، نزل بيان، نزل بيان وقال نزل تصريح ويقول بصوا يا جماعه البطوله هتتلعب في المغرب، هتتلعب في المغرب لان الكاف بقى في مهب الريح، الكاف دلوقتي ما فيش فيه نظام، ما فيش فيه اي حاجه زي ما كان بيحصل زمان، التربيطات بتحصل، التربيطات والتصويت بيحصل من قبل ما يجتمع اللجنه وكله بيبقى عارف هيصوت لمين، وبقى في مصالح بقت بتكرق موجوده في الكاف، وده معروفه وموجوده ومشهوره جدا. ولو وقال التصويت الناس بتتكلم عليه، لو في تصويت انا اعرف، بيقول انا اعرف سواء تصويت او مش تصويت، بس انا عارف ان انا هو قال كده هاني ابو ريده عارف ان الموضوع هيبقى في صالح المغرب من بدري، وعارف ان المغرب هي اللي تستضيف من بدري ولسه الموضوع مش جديد، وكان المفروض واجب عليه انه كان يبلغ الاهلي النادي الاهلي في مصر ويبلغ الناس في مصر ان الموضوع رايح للمغرب من بدري مش لسه جاي دلوقتي، وكأنه تفاجأ بالموضوع وهو اصلا في المطبخ جوه وعارف اللي انا ماشيه ازاي، شايف ان هو اللي بيحصل ده من الكاف يعني تخطى كل الحدود وان الوضع كده اصبح غير لا يطاق، وقال للناس كلها كانت بتعيب على عيسى حياته، قال لا احنا في وقت عيسى حياته كان في تنظيم وكان في نظام، ومن قبل البطوله بتعرف البطوله هتتلعب ازاي وفين والنهائي هتلعب ذهاب وعوده ازاي والقرعه فين، كنت بتعرف الكلام ده، لكن دلوقتي بقيت بتعرف الحاجه قبلها بيومين ثلاثه اربعه عشان تتفاجئ عشان ما تلحقش تاخد قرار، والموضوع في الكاف اصبح اكبر من كارثه. طبعا الموضوع صعب جدا نتمنى وكل الناس الهدوء، دلوقتي بتتكلم الموضوع على زي ما الناس يعني كاتبة حتى يعني والله العظيم زعل واحد، حتى الكره طالعه يتكلم دلوقتي ورابطه الانديه طالعين بيتكلموا على ايه؟ بيتكلموا على الدوري ودلوقتي حالا على الدوري وعلى المديرين الفنيين اللي بشهادتين والمؤتمر الصحفي وزياده عدد الجمهور في القدير الدوري إيهاب جلال. وكلام كابتن ايهاب جلال، ويعني ما انا بقول لحضرتك ويجي ناس ما انا مش عايز واحد يغلط بس يقول لك اصل الاهلي نادي الدوله، اصل الدوله بتقف على اصل الاهلي بيتساند مش عارف من مين، اصل احنا والله العظيم زينا يا استاذ احمد، احتواء في الدوري واحتواء في افريقيا واحتواء في الكاف وحاجه والله العظيم بقت حاجه صعبه قوي يعني. هنتابع يعني انا ما الملف، شفتش والله العظيم، نعم انا ما اتفرجتش هنتابع واستمتعت الملف، بمباراه للنادي الاهلي، النادي الاهلي كلاعب غير في كاس العالم للانديه، لان حكام اجانب ونظام طبعا تبع الفيفا ما فيش فيه الاحتواء اللي بيحصل عندنا في القاره ده، فبتقدر تشوف مباراه وتستمتع بيها سواء بقى فزت خسرت لا قدر الله، بس بتشوفه وتستمتع من غير ما تبقى عارف ان في احتواء وفي الفساد اللي بيحصل وشايفينه ده. نتمنى الهدوء، يمكن ناقشنا الموضوع في كل الاتجاهات، وبكرة إن شاء الله عندنا انفراد في الموضوع ده، هنتابع مع حضراتكم كل الجديد فيه.